مرة هذه على يسار البشير بن سعيد وممتاز عبد القادر بدران جزيرية 100% من بن ساحل بدران على الطاير تضرب في فامي برمضان مستوى محترم جدا بين الفريقين بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري الاتحاد الرياضي المونستيري كان انتصر ليبي حمد الهور هذه كرة عبد الرؤوف برغيث داخل منطقة الجزاء والركنية أخرى فردي أراد المرور أمام بدران لكن متفتن مدافع الترجي كرة ثانية الترجي واصل ضغطه كرة عبد الرؤوف برغيث يتدخل أكبادو تدخل من عبد القادر بدران زيد المشموم كابيتان الاتحاد الى ايمانويل اكبادو ريفواري ليوركوما في وسط الميدان ويربح موسيني كولي موسيني وترى ترجع من جديد لايمانويل اكبادو ياسر الجلاس يدور بالكوره اسر من الترجي حمد الهولي لم يمر هذه المره امام بطوله الرابطه المحترفه الاولى ترجع للكره ابراهيم وترى سحب الهدف الاول في شباك الاتحاد الرياضي المونستيري ترجع الكره لايمانويل اكبادو لفوسيني كوليبالي عبد الرؤوف بن غيث يلعب مع الشتي وترى المدافع يخرج الكره بدران المواطن للشتي طويل للشتي في اتجاه وترى مع اكبادو يفواري حوار سيكون تكتيكي بين المدربين خلينا نقولوا اللي موجود على الصوره مجدي تراوي وكذا فوسيني هذه كره لعبد الرؤوف بن غيث حبه بينيه مقطوعة من إيمانويل أكبادو يخوغ يخذ الكرة وترى لحمد الهوني مع أكبادو ما يتجاوز أكبادو في المتابعة الدفاعية يقص الكرة لحمد الهوني يرجع من جديد لكرة لكوامي بونسو مقطوعة من أكبادو الإيفواري مكان من يا ترى بعد هذه الدقائق وبعد هذه الهجمة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أنتوني أكبادو مع خروج اسماء كيما رفيق كابو في اللحظات هذه اريد التتويج مع الاتحاد الرياضي المونستيري المراهن على الاقل العوده او اللعب المهم من جديد الكره للمعتصم سبو ايمانويل اكبادو البطوله الليبيه مع فريق اهلي طرابلس وايضا في البطوله المغربيه مع الدفاع الحسم كره الحمد الهوري مع أكبادو مباراة داخل المباراة بين الليبي حمد الهوني وريفواري أكبادو نسبة نجاح كبيرة رفقي ممكن حتى أكبادو قريب من زياد المشموم ونعرفه من جهة تاع حمد الهوني يراوغ حمد الهوني يستعرض لكن أكبادو مباراة ممتازة جدا لأكبادو الليفواري 22 سنة تقريبا مباراة ممتازة جدا هذه الهجمة بسرعة وهادئة استعدادات مستمرة التعاقدات قبل بداية هذا الموسم كبيرة جدا جدا استعدادا لبطولة الموسم الحالي تصل الكرة الآن عالية داخل منطقة الجزاء الاستلام موجود لكن استقطاع الكرة رائع بالنسبة لميديا مباراة صعبة لكلا الفريقين لأنهما يقدمان العرض الأمثل حتى اللحظة في قميص رقم 3 قال بالحرف الواحد يلخص الأوضاع قبل هذه المباراة حديث اسكندر العبيد والحديث من خلال الأيام الماضية حظى على الانتماء وعلى الاجتماع وعلى التجمع من أجل إنقاذ النادي الكبير النادي الأفريقي قول على مستوى الصالات تحدث عن الفريق الذي يتألق حتى على مستوى ألعاب أخرى منها كرة السلة قادمة فيها مباريات أقوى وأهم لكن ما يظهر من خلال مستوى بطولة الدوري هجوم عبر الجهة اليمنى التقدم والتدخل الدفاعي التغطية حاضرة الصغراوي اليوم والعرفاوي وبغرية العبيدي زهير الزوادي وجد الساحلي وبصير كومواري طيب تقبل الرياضي بسليمان ضم يعني راوغ وعمل الصعب والتمرير الأسهل ما كان بشكل أفضل صراع في منتصف الملعب ما تمر منه بداية هجوم تصل الكرة محاولة المرور يا سلام يبقى لكن يبقى في اليمين والعمري في اليسار لإمكانية العودة بالنسبة للأفريقي أو عادل للمنستيري كلام آخر ويضيف هدف ثاني فقد يثير الغضب سعيدة ستكون في حال نهاية هذه المباراة بهذه النتيجة
لأن المنستيري يحافظ على الصدارة. المنستيري الحاضر على زهير. قدموا فريقهم أيضا وسط الملعب عبر الجهة اليمنى. العقربي عكسية بالكعب تبعد بشكل جميل من لاعب مكتمل ويظهر بشكل رائع في هذه المباراة. عاد عندك العبادي عبر الجهة أو العمري عبر الجهة اليسرى. السل كرة طويلة. تدخل حكم المباراة يقول ما في أي شيء للصقراوي وبالتالي يبدأ هجمة يمر بشكل جميل يحافظ على الكرة بشكل رائع. هذا من وين جاء؟ هذا من وين جاء؟ كبدو كومبواري تمريرة يعود إلى الخلف ويتواجد في مكان المناسب. كبدو قائمة صراع على حدود المنطقة تبعد بالرأس تصل المرتدة البينية أوكوبوتو. ياسر جلاصي ليسجل في شباك الأفريقي أمام أكثر من 23 ألف متفرج. اتحاد ريال المنافسين كان فاز على هلال الشبا هدفين مقابل صفر. والنادي حمل عاد تسحبكم ترجع بالرأس من سليم الرياحي كرة بالرأس من جديد بالرأس للدفاع للنادي حمل ربيع بوزي كما شاف أغرب الكرة. كرة بوسط الميدان في مرمى النادي الأفريقي وسجل من جور الفارسي يفكر بالتوزيع ربيع بوزي وبدل الحكم ما تمشي الغلطة تخرج الكرة من الاتحاد الرياضي المنظومة. هذا حد التعليم اللاعبية ارتكاز بالنسبة للتماس إلى أكبوتو نرجع إلى أكبوتو من جديد كرة البادي العاد منذ قريب بالراس كرة ترجع الاتحاد الرياضي المنظيري إلى أكبوتو نمشي تزيد سلام الرياحي ترجع للكرة سلام الرياحي وترجع من أكبوتو من التماس لمسة واحدة بدا يكون ما تمش مخالفة ترجع من أكبوتو أمام السياسات في الجولة الأولى هدفين مقابل هدف كانت عادل مع النجم الرياضي الساحلي في سوسة صفر مقابل صفر كان فاز هدف مقابل صفر وكان فاز في الجولة الفرد على هلال الشبا هدفين هنا في ملعب حملف دائما الأسبقية لنادي حملف أمام الاتحاد الرياضي المنصيري هدف على أرضية الميدان عمل مجهود ممتاز ربيع أبو زيد هجوميا وجود نادي حملة في عرض الإصابة وتغيير انفرادي قام فيه المدرب حاتم الميساوي أصبح ترجع لحكيم تقاوي أضرب الكرة مقطوعة من الدفاع ترجع من جديد على العارضة هنا أسبقية لهلال الشبا على أرضية ميدان وأمام نجم المدلوي هدف مقابل صفر أسبقية للترجي زياد المجهود لعلي الكرة ترجع لمرسلان كوكو لعلي موسى سوركوما كوركوما استميت على الكرة تمشي لماريان أكبوتو في الكرة لدافيد ماسيمبا دافيد ماسيمبا في الكرة لغيت الصغير ترجع من أكبوتو كرة لي جيل هنا حملف وهو في الصدارة حب يواصل الصدارة نادي حملف الاتحاد الرياضي المنصيري هو التصدي ممتاز من البشير بن سعيد نرجع الكرة كرة لصالح دائما هدف قبل هدف في الكرة لصالح نادي حملف مقطوعة الكرة من أكبوتو ضاغط الاتحاد الآن في اللحظات الأخيرة أيضا نجم تسجيل هدف الثاني كرة تعود 3-4-3 بالنسبة للخطة التي يعتمدها فتحي بن غانم و 4-1-4-1 ترجم الدفاع الشبيب سنتبقى للاتحاد المنصيري والتقطة مرة أخرى بين أخذ ورد كنت المقابل ستكون أكبر الخلفية ويكو على الصورة وبداية هجمة للشبيب لكن تقطع بالإيماني اللي خرج الحارس لكن يرجع الامتلاك للشبيبة الكراولية عالية بالرمزان بانجا بيرسنيل وهو إيذاري كما ذكرت كانت من بانجا لكن تفتك عالية بالرأس يا خو يمرج المختار على الدفاع الشبيب لكن يبقى الامتلاك لأبنال أسعد الشابي حكيم القاح الهجوم هذه جماهير الاتحاد المنصيري تعبر عن فرحتها بعد الشبيب من الظهير الأيمن حمزة الربعي لكن تقطع تقطع عن طريق حامل رقم 4 تنفذ من قائد الفريق وحارس المرمى سابر الخلفاوي تعود الوسط هجوم وعدد وصول الكرات لمناطق الجزاء الكرة في وسط الميدان مانويل أكبوتو التمرير سليم عنده قامة بدنية شبيهة
يرجع من الدفاع وسام ابو قره الترويض مثال يعمل مراوغ لكن موجود اكبادو اكبادو الكثره رميه 6 امتار بالراس ياخذها ايمانويل اكبادو رمضان يوزع وترجع من الدفاع كانه اللاعب يعني هو نفسه يعني المسق هو بيدو التوزيع على جناب ولكن اما ترجع من الدفاع او تكون عند حارس المرمى اكبادو والثانيه فهمي برمضان اللي كانت من مسافه بعيده لكنها مؤثره رفع كور لكن تعود الى ياسر جناب في هذا النقل المباشر لمباراة الجولة الثامنة بين الاتحاد قاعد يستعرض فريق الاتحاد حتى غني جماهيره بالتمريرات الثابتة هو المتقدم 2-0 ويحق له ذلك انه باش يربح الوقت ايضا يربح امتلاك الكرة ممتاز بانكا برسلان بين زوج لاعبين ولكنه يكسب المخالفة اكبادو باتجاه الميكاري خطيرة لما يخرج من منطقة ال 18 العديدة هي التمريرات اللي تيب ليس مصادفة لأن ليست المصادفة تأتي مرات ومرات كما حصل في حجم الاتحاد اللي يهاجم حاليا من جهة اليسرى تقريبا ثلث رصيد الأهداف في البطولة كاملة رغم أنه اللاعبين الأجانب كعدد عناصر لا يمثل الثلث يعني نسبة نجاح في قلب الهجوم أوكبوتو كان ثقيل جدا على دفاع الشبيبة بسرعة الاتحاد يحب يسجل الهدف الرابع قلت هو أقرب ربما قضي بهزيمة سابعة على الشبيبة الرياضية القيروانية وهذا ليس بمصادفة من ناحية أن الاتحاد مونستيري هو فريق طبعا في تجربة موفقة إلى حد الآن مع الاتحاد كرة ترجع لكن مازال الضغط من جانب النادي المدير بنزرتي توزيع إلى الفهمي بن رمضان فهمي بن رمضان إلى إيمانويل أكبادو أكبادو يرفع كرة قبل زياد مشموم حد النادي المنسيري من الياس جداسي ومتفطن وسام بوسكينة متفطن وسام قدام زياد مشموم متفطن دفاع النادي البنزرتي إيمانويل أكبادو أكبادو الياس جداسي في مرة أولى للبراتي يرفعها طويلة في اتجاه مبكر تراوري والتماس ثانية لصالح النادي البنزرتي النادي البنزرتي في الهجوم عن طريق زياد العوناللي مع إيمانويل أكبادو إيمانويل أكبادو في اتجاه قائد فريقه زياد مشموم مشموم ترجع الكرة من جانب الاتحاد النادي المنسيري موزيسي خليها لإيمانويل أكبادو ثم فهمي بن رمضان فهمي رقم 8 محمد رمضان المكاري وأنتونيو كبوتو احتياطيو الاتحاد قائد الفريق زياد مشموم ترجع الكرة من جديد إيمانويل أكبادو إلى محمد رمضان المكاري مكاري مكاري يرجع بها لأكبادو أكبادو يطول أكبادو كرة من جديد تعود من دفاع الاتحاد من إيمان الترتيب وبين نادر البنزرتي اللي يحاول طبعا يرجع يحاول يدعم نادر البنزرتي هنا في ملعب فنجان الأولمبي في المنستير بهدف مقابل صفر أنطونيو كبوتو في الدقيقة 40 هو صاحب الهدف جديد لصالح النادي البنزرتي توزيع أكبادو في إدارة الترتيب اللي طبعا موجود فيها منذ بداية الموسم في مسيرة موفقة هذه كرة لصالح النادي البنزرتي توزيع والكرة ترجع من جديد لصالح الاتحاد تأكيد هذه النتائج إيجابية بالنسبة لكلا الفريقين الاتحاد الرياضي المنستيري وضيف والمستقبل الرياضي بسليمان قلت زوج دقائق الموسم بمردود أكثر من متميز مع المدرب شاكر مفتاح والاتحاد الرياضي المنستيري خلينا نقولوا بطل إلى حد الآن بنتائج وحدها يعني تحكي عن الاتحاد مع المدرب في أي لاعب رغم أن الإمكانيات المادية ماهيش كبيرة برشا وعلى ذلك أوكبوتو سيبقى ولن يغادر أي لاعب في انتظار الأهداف هنا في ملعب المنسير في حوار الاتحاد والمستقبل تعود الكرة فريق الثلاثي الهجوم طبعا تجاني أمل وذلك عزيز الشتيوي وراشد أمل يرجع للوراء لفريق الكوران يعني عنده الدور الدفاعي كذلك بالنسبه لهذا اللاعب البنيني والكره تعود من جديد لصالح الاتحاد تقريبا ادركنا الدقيقه 17 في هذا الشوط الاول دائما ننتظر الاهداف في هذا الحوار الواعد بين الاتحاد الرياضي المرتا كان يلعب ضد هلال الشبه وفاز برباعيه مقابل هدفين في مباراه بالتاكيد
اكبر السفاعة على من مرحلة الذهاب. الاتحاد بيرفي المنستير يتحول الى بن قردين لملاقاة اتحاد بن قردين ومستقبل سليمان في سليمان يستضيف نجم المكلاوي. 25 دقيقة منذ انطلاق المباراة مشاهدينا الكرام على الوطنية الأولى، وانتم جيري لعب عنده إمكانية كبيرة، عرفناه رمزي في الملعب الكبسي موزيس أوركوما يعني في عديد الأدوار، يعني لعب كظهير أيسر ولعب كذلك متوسط ميدان دفاعي. جبر راس في مرة ثانية وفي مرة ثالثة من أسامة بن عياد، لكن يبقى الضغط اتحادي أزرق إلى حد الآن من إيمانويل إكبادو. تبحث عن الياس الجلاسي لكن التخطة موجودة في مرة أولى وفي مرة ثانية بلمسة واحدة تعود الكرة في يد العرفاوي الظهير الأيمن. العرفاوي يوصل الكرة لإكبادو. إيمانويل إكبادو نحو أوركوما. مرسل يعطي بعض التمريرات، علي العمري يلعب الكرة لإكبادو في وسط الميدان، ترجع الكرة دائما للاتحاد الرياضي المنستيري عن طريق اللاعب فهمي بروفان، ثم في وسط الميدان ترجع الكرة إكبادو موزيس أوركوما. موزيس هي مرفوعة كرة لمستقبل سليمان محمد علي بن حمودة في الترويض وفي كرة ثانية. ومع هذه الفترة الثانية من هذه المباراة بالنسبة للتشكيلتين زوز تغييرات بالمقارنة مع الجولة الماضية بالنسبة لشكر مفتاح دخول رامي بوشنيبة وحمزة الطويش يدوي الكرة الأخيرة. طبعا قائد الفريق في غياب القائد الأول اللي هو وليد الظاهري. منطقة الجزاء كرة ترجع لدفاع مستقبل سليمان، يعود ياخذها إكبادو وثم فهمي بن رمضان. أكمود تعود الكرة تبقى للمستقبل الذي بسليمان، تخرج من بسام التريكي لكن تعود مرة أخرى ل إيمانويل.